السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله. عرض أحداث اليوم من تلفزيون السودان، معكم فيه منتصر الأمين دفع الله، وفيه تتابعون: وزيرا الداخلية والعدل يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزير الصحة يترأس اجتماعا بخصوص الاشتراطات الصحية للحصول على التأشيرة المصرية. استمرار انعقاد غرف الطوارئ الخريف بجميع ولايات البلاد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى وزير الداخلية المكلف لواء شرطة معاش خليل باشا سايرين وزير العدل مولانا دكتور معاوية عثمان محمد خير بحضور مولانا هويد علي وكيل الوزارة والفريق شرطة طبيب أمير عباس محمد مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية. وأوضح وزير العدل إن اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي والإقليمي المتعلقة بإدانة جرائم وانتهاكات الميليشيا المتمردة، بجانب مناقشة ملف الإتجار بالبشر التي تعتزم لجنة القضايا الدولية وضعه أمام الجهات العدلية والحقوقية الدولية، إضافة إلى التزام وزارة الداخلية بمعالجة قضايا المستشارين القانونيين وتذليل الصعاب التي تعيق قيامهم بواجباتهم. تفاكرنا وتباحثنا في العديد من المسائل المشتركة التي تعني بهموم هذا المواطن السوداني، وتفاعلنا مع كافة القضايا المطروحة على الصعيد الدولي الإقليمي التي تعنى بصفة أساسية بإدانة ميليشيا الدعم السريع. ونظر الله سبحانه وتعالى للقوات المسلحة والقوات النظامية النصر بإذن الله. تناولنا ملفات عديدة تهم جانبين: ملفات الجانب البشر وملفات القضايا الدولية التي تحتزم لجنة القضايا الدولية بمشاركتها أمام الجهات العدلية والحقوقية القانونية والدولية والإقليمية. وهنالك كثير من الصعوبات التي تواجه المستشارين، وعد السيد الوزير بتسديدها والمساهمة في معالجتها على الوجه الأكمل. وتطرقنا بصفة خاصة إلى الهموم المشتركة لكل من وزارة الداخلية ووزارة العدل، وتفاكرنا جيدا وكان لقاء طيبا، وتلمسنا منه تجاوبا واضحا تجاه كل العقبات والمسائل التي تهمنا في جانب وزارة العدل ووزارة الداخلية. ترأس وزير الصحة الاتحادية المكلف الدكتور هيثم محمد إبراهيم اجتماعا بخصوص الاستفسار عن الاشتراطات الصحية المتجددة للحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية مصر العربية، والتي تشترط الحصول على التطعيم ضد شلل الأطفال للفئات العمرية المختلفة. ووضع الاجتماع الإدارات الفنية المعنية. وأوضح الوزير أنه تم مناقشة موضوع التطعيم وآلياته وتبعاته، أوضحت ووضع كل الترتيبات والتنسيق المحكم لمناقشة الأمور الفنية مع الجانب المصري خلال الأيام القليلة القادمة عبر التنسيق مع وزارة الخارجية السودانية. وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في الأجسام الفنية في إدارات الطوارئ والرعاية الأساسية والمعابر والتطعيم الدولي وبرامج التطعيم الموسع في مناقشة الأمر وتبعاته وآليات الترتيب له. وانتهت الاجتماعات حتى الآن بخلاصتين أساسيات. الخلاصة الأولى تتعلق بمناقشة فنية مع الجانب المصري في جمهورية مصر العربية خلال الأيام القادمة، والنقطة الثانية هي وضع الترتيبات الإدارية واللوجستية المتعلقة بالفئات العمرية والفئات التي تتطلب تطعيمات محددة بنقاط عبور محددة يتم الاتفاق عليها. عقد مركز عمليات الطوارئ الاتحادي اجتماع الأسبوعي بولاية كسلة، واستمع الاجتماع لتقارير الإدارات العامة بالوزارة بالإضافة لوزارة الصحة بولايتي الجزيرة وسنار. ووجه الوزير المكلف الدكتور هيثم محمد إبراهيم في مداخلته أسفيريا بتنشيط كل اللجان الخاصة بعمليات الطوارئ بكل الولايات، مطالبا بالتحديد الفعلي للإمداد المتوفر والنقص فيه، مستعجلا المنظمات التي وضعت خططا لمجابهة الكوليرا إنزالها لتنفيذها ميدانيا. وأكد تقرير الوضع الوبائي بالبلاد فيما يتعلق بالكوليرا تسجيل 102 حالة جديدة
ليرتفع التراكمي إلى 1223 حالة وخمس حالات وفاة جديدة. ونوه التقرير الحجر الصحي إلى تردد عدد كبير على عيادة الطوارئ بنقاط الدخول، مشيرا إلى عودة 786 من اللاجئين السودانيين من دولة إثيوبيا. تناول بصورة أساسية الوضع الصحي الطارئ في جانب الطوارئ والأوبئة الصحية وجانب الخريف وما تبعه من خسائر وأمراض وبائية متوقعة. شهد الاجتماع حضور كبير جدا من قيادة وزارة الصحة الاتحادية في الوزارات والوزارات ذات الصلة، وكذلك وزراء الصحة في بعض الولايات المتأثرة وممثلي لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. أهم الخلاصات من الاجتماع بالنسبة للوضع الوبائي، ما زال هنالك تزايد في عدد حالات الكوليرا، تجاوزت 1220 حالة وسجلت 48 حالة وفاة حتى الآن في خمسة ولايات، أربع ولايات فيها حالات متجددة هي ولاية القضارف وكسلة، كسلة والقضارف بصورة أساسية، تليها ولاية الجزيرة وولاية نهر النيل محلية نهر عذبرة. أهلا بكم. قال مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالإنابة مهتدي محمود إن الحملة القومية لشلل الأطفال في جولتها الثانية انتظمت خمس ولايات: كسلة، القضارف، البحر الأحمر، نهر النيل وشمالية، مؤكدا بأن تقارير تشير إلى نجاح الحملة بتغطية فاقت 98% رغم الظروف بالغة التعقيد، حيث أضاف الخريف عبئا ثقيلا والذي أدى إلى آثار كارثية بعدد من الولايات وانقطاع في الطرق القومية. ونوه محمود إلى أن الجولة صاحبتها عملية تطعيم ضد الكوليرا في محلية ود الحليو بولاية كسلة، وكذلك حققت تغطية عالية، شاكرا لكل من أسهم في إنجاح الجولة الثانية من الحملة. فرغت هذه الغرفة من أعمالها اليوم واختتمت جدول الأعمال بتحقيق تغطيات عالية بهذه الولايات وبجودة عالية في ظل ظروف بالغة التعقيد. هذه الظروف التي تعيشها البلاد من ظروف أمنية وكذلك ظروف الخريف التي أدت إلى آثار كارثية في كثير من الولايات، ولكن رغم كل هذه الظروف هذه الحملة نجحت بتغطية فاقت 98% في الخمس ولايات التي ذكرتها. دشن المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم الوزير المكلف رئيس لجنة طوارئ الخريف الدكتور سير الختم فضل المولى بحضور المدير التنفيذي لمحلية كرري أحمد مصطفى علي. دشن الحملة الكبرى للنظافة ومكافحة نواقل الأمراض والإصحاح البيئي بسوق صابرين بمحلية كرري. وأكد رئيس لجنة طوارئ الخريف بالولاية إن الحملة شملت إزالة الأنقاض ونظافة الشوارع، داعيا إلى أهمية ترتيب وتنظيم العمل بالسوق وفتح الطرق تسهيلا لحركة المواطنين. شارك والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة عبر تقنية الزوم في اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة المدن العربية المنعقد حاليا بالكويت، وأوضح الوالي إن الخرطوم عضو مؤسس في المنظمة. شكر حمزة المنظمة العربية على اهتمامها بالأوضاع في الخرطوم ومساعيها للتعرف على احتياجاتها في ظل الحرب، موضحا بأن الولاية شرعت في حصر الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية لإدراجها في برنامج إعادة الإعمار من خلال أوراق عمل متخصصة سيتم إرسالها لمنظمة المدن للنظر في إمكانية المساعدة في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار. وفي الخرطوم أيضا شهد مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم الوزير المكلف صديق حسن فريني يرافقه المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر محمد علي سالم وممثل مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية أحمد بحر آدم. شهدوا تدشين الدفعات الثالثة والرابعة من الدعم النقدي المباشر لعدد 3000 مستفيد بمحلية كرري. وكشف فريني خلال اللقاء إن الدعم يعتبر الأكبر
على مستوى الدفعات لعدد 7000 مستفيد بمحلية الخرطوم، شاكرا والي الخرطوم ومفوضية الأمان الاجتماعي ومصرف الادخار والقائمين على هذا البرنامج لتسهيل الإجراءات بسلاسة وفي ذات السياق. أكد على أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على الأوضاع وتفقد سير العمل في ولاية الخرطوم، مشيرا إلى أن هنالك تحسن كبير على مستوى الأداء والتنسيق بين الآلية المنفذة للبرامج. درجة مفوضية الأمان والتنمية الاجتماعية في تقديم الدعم الاجتماعي عبر مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية منذ أكتوبر الماضي وبدأ بالولايات الآمنة. نحن الحمد لله أول دفية جينا هنا اللي هو في رمضان الماضي، الدفية الأولى وفي الدفية الثانية، والحمد لله الدفية الحالية هو دفعتين، الثالثة والرابعة بمعدل 50,000، وإن شاء الله في بعض الأسر هتصرف 50 وبعض الأسر 75 وبعض الأسر إن شاء الله الناس اللي ما صرفت هتصرف 50، وكل رسونا موجود. فنتمنى أنه يعني أي زول هو كان بصرف دعم اجتماعي من قبل الحرب وشايل بطاقة المحفظة الإلكترونية ممكن يمر على ناس المفوضية أو ناس الفقري هنا في الولاية عشان هو يقدر يعني يصرف استحقاقه إن شاء الله. الولاية استضافت الآن محليتي جبل أولي ومحلية شرق النيل، لذلك المفوضية خصصت يعني حصة لألف عسرة ودي توزع يعني لمحليتي جبل أولية ومحلية شرق النيل. ظل في ولاية الخرطوم حيث تعهد مزارعو الريف الشمالي بأم درمان بمواصلة الإنتاج دعما للقوات المسلحة والمواطنين بولاية الخرطوم في معركة الكرامة، وسيكون هذا الإنتاج ردا عمليا للذين يروجون الشائعات باقتراب المجاعة في البلاد. للإنتاج الزراعي والحيواني وقول واحد ضحض المنتجون الزراعيون بالخرطوم فرية ودعاوى المجاعة التي تواجه المواطن السوداني وقدموا إنتاجهم أمام كاميرا التلفزيون والصحفيين. الآن نحن في مزرعة نموذج من النماذج الإنتاج تنتج البطيخ، قادرين على أنه نكتفي ذاتيا وقادرين على أنه يعني حتى الآخرين نصدر لهم. يعني حظيره واحد دي الحظيره دي بتشيل 35,000 طائر، ده في الظروف الطبيعيه بتشيل 35,000 طائر. قوتنا احنا 150,000 طائر على ما في الباتش الواحد. الحمد لله الوضع مطمئن وانتاجنا ده الحمد لله يعني كافي بالنسبه للولايه من ناحيه الامن الغذائي لمحصول البطاطس والبصل. الجولة شملت عددا من مزارع الدواجن ومخازن محصولات البطاطس والفول والبصل، قال منتجوها إنها جاهزة لتدخل الأسواق. والحمد لله ما في أي جوع في السودان، الخضروات موجودة الحمد لله. المناطق اللي بيقولوا إنه فيها جوع دي المناطق المسيطرة عليها الميليشيا، لكن كل الشوارع الفاتحة نحن قاعدين نوصل محصولنا لها. والله لو فتحت الممرات إحنا حنوكل أهلنا في دارفور الحبيبة، حنوكل أهلنا في ولايات كردفان من منتجات الخضار ومنتجات البصل ومنتجات الفول المصري. دي بطاطس الحمد لله وبصل وفول سوداني وتوم، والحياة دي كلها الحمد لله موجودة عندنا متوفرة والله الحمد لله ما علينا أي حاجة. وزير الزراعة دكتور سر الختم فضل المولى أشاد بالمزارعين والمنتجين بولاية الخرطوم وإسهامهم المقدر بزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلي، بما يؤكد اهتمام حكومة الولاية بهم وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المنتجين والعاملين في المجال الزراعي. لا أظن أن هنالك فجوة في الغذاء، والآن في وفرة، ونقول لكل الذين يقولون هناك مجاعة نحن نعلم كيف تصنف المجاعة. الميليشيا الدعم السريع إذا منعت في بعض الإحتياطات التي تسيطر عليها وصول الناس للغذاء فهي مسؤولة عن فعلتها، لكن في كل المناطق الآن الآمنة والآهلة بالسكان والتي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة الغذاء متوفر والناس يمكن الوصول إليه وما في أي إشكال إن شاء الله في الغذاء. الجولة الزراعية أكدت قبول مزارعو الخرطوم للتحدي بزيادة الإنتاج رغم الخراب الذي أحدثته ميليشيا التمرد المتعمد لمقدرات السودان. لتلفزيون السودان مستور آدم إسماعيل، أشرف عمر، مكتب الخرطوم. التقى والي البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور سفير جمهورية تركيا لدى السودان فاتح يلدز والوفد المرافق له،
وناقش اللقاء جملة من الموضوعات والقضايا أهمها مجالات التعاون المشترك في المشروعات الاستثمارية في ولاية البحر الأحمر ومشروع التوأمة بين الولايات الساحلية بتركيا وولاية البحر الأحمر. كما قدم يلدز التعازي في فقداء السيول والأمطار بسد أربعات محلية توكر. من جانبه أكد والي البحر الأحمر متانة العلاقات السودانية التركية وموقف تركيا الداعم للسودان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. من أردت أن أعرف ماذا ممكن أن تقدم تركيا كما تناقشت مع السيد الوالي توأمات التكوين توأمة بين المدن الساحلية في الولايات الجنوبية وولاية البحر الأحمر، وكمان ناقشنا طرق التعاون بين الولايتين. أيضا أردت أن أقدم التعازي لسعادة السيد الوالي، وتركيا تريد أن تكون بجانب ولاية السودان في الفترة الصعبة وعموما ولاية البحر الأحمر، وذلك بسبب المهام بسبب الفترة الصعبة التي موجودة في ولاية البحر الأحمر. نظل في ولاية البحر الأحمر حيث وزع الصندوق القومي لرعاية الطلاب بمدينة بورسودان معينات لذوي الاحتياجات الخاصة لعدد من طلاب جامعتي البحر الأحمر والقرآن الكريم بحضور ممثلي وزارات المالية وديوان الزكاة ومديري الجامعات وعدد من أولياء الأمور وعدد من أولياء أمور الطلاب. هذه المعينات معينات حركية عبارة عن دراجات بخارية 2 وعدد من المعينات البصرية والسمعية لعدد من الطلاب، وكان بحضور ممثل وزارة المالية وديوان الزكاة والقوات النظامية ومديري الجامعات وشؤون الطلاب وعدد كبير من أولياء أمور هؤلاء الطلاب. فتم توزيع مواتر لذوي الإعاقة ومعينات سمعية لذوي الإعاقة السمعية ومعينات بصرية لذوي الإعاقة البصرية. الهدف من البرنامج إعانة الطلاب على إكمال التواصل في براجهم في دراستهم بسهولة، والتواصل المجتمعي وسهولة الحركة بالنسبة للمعاقين حركيا، وسهولة التواصل بالنسبة لذوي الإعاقة السمعية والبصرية. وفي بورسودان أيضا دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمدينة بورسودان توزيع مساعدات إغاثية للمتضررين من إهيار سد أربعات والمتأثرين بالأمطار والسيول بمدينة توكر. وقال ممثل السفارة السعودية بالسودان عامر الشهري إن تسليم هذه المساعدات يأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فيما شكر الأمين العام لحكومة الولاية فتح الله الحاج سفارة خادم الحرمين الشريفين على هذه المساعدات. بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ونيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، يدشن اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والجهات ذات الصلة من الجانب السوداني وعبر شركائه المنفذين بتقديم مساعدات إغاثية وإيوائية عاجلة للمتضررين من انهيار سد أربعات وفيضانات مدينة توكر في ولاية البحر الأحمر، والذي أوقع خسائر فادحة في الأرواح وإتلاف البنية التحتية وحدوث أضرار كبرى في الممتلكات. وكما يعمل مركز الملك سلمان على تقديم مساعدات عاجلة إيوائية وغذائية تستهدف 6000 فرد من المتضررين. وتأتي هذه الجهود امتدادا لحرص المملكة العربية السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها. حضور في تدشين الاستجابة السريعة لمركز الملك سلمان لتقديم الخدمات للمتضررين من انهيار سد أربعات والأمطار والسيول في منطقة توكر، شاكل للمركز اهتمامه السريع واستجابته العاجلة وتقديم خدمات إيوائية وغذائية لكل من توكر وأربعات. أجنات هذا المجهود في إطار الجهد المستمر لمركز الملك سلمان لتقديم خدمات للإخوة المتأثرين في السودان كله وفي ولاية البحر الأحمر بصفة خاصة. هذا يدل على واصل العلاقة القوية بين الشعبين السعودي والسوداني
يعني من هذا المنطلق نقدم أسماء الشكر والفعل لحكومة الملك سلمان ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذا الجهد المبارك. نظل في ولاية البحر الأحمر، حيث قام والي البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور بزيارة ميدانية لمنطقة مصادر المياه بأربعات التي تعرضت لانهيار السد بمياه السيول والفيضانات التي أحدثت أضرارا جسيمة في الممتلكات والأرواح، وذلك برفقة الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني عايدة سيد عبد الله والمدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الدكتور فاروق نور الدائم وعدد من المنظمات. واطمأن الوالي على الوضع بالمنطقة بعد انحسار المياه والوقوف على احتياجات المواطنين المتأثرين. وأشار الوالي لإقامة مخيم دائم لحكومة الولاية والشركاء لمعالجة انهيار السد في الجانب الأيمن وتوفير احتياجات المواطنين من غذاء ودواء وإيواء. المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي أبان أنه سيتم تقديم الخدمات العلاجية عبر مخيمات تقام بأربعات بجانب المنظمات الأخرى العاملة في المجال. كلهم اجتمعنا مع بعض علشان نشوف ماذا يتم عمله داخل منطقة أربعات، وغررنا انه كلنا نجي هنا، والان احنا في الموقع عشان نشوف السد اللي حصل له شنو. بالفعل لقينا انه السد تم يعني فيه انهيار جزئي في الجانب الايمن، و الان احنا بنتشاور انه كيفية يعني توصيل المياه من الآبار وكيفية صيانة سد أربعات. إن شاء الله يمكن العمل إن شاء الله حيبدأ غدا، إن شاء الله هنقيم مخيم هنا داخل الأربعات، وإن شاء الله العمل كله حيصير عشان نوصل المياه إلى مدينة بورسعيد. إن شاء الله نحن نطمن، المجهودات كبيرة ومغدرة وكلها ماشي على قدم وساق لإعادة الخطوط الناقلة وإعادة الآبار وإدخال المياه من السد الرابع اللي هو الآن الحمد لله مخزن حوالي 4.5 مليون متر مكعب. كل المجهودات دي بتبذل من أجل استقرار المياه. نحن والله رسالة تطمين لكل المواطنين، إن شاء الله الشغل الماشي خلال الأيام القليلة القادمة حيدخل الخزان الرابع وحنبدأ في دخول الآبار، بيحصل استقرار نسبي بإذن الله تعالى. إن شاء الله بعد الزيارة الناس حترجع حتقعد في الخطط بتاعتها للمنطقة ونشوف كيف اتصان السد، وعرفنا من التقرير إنه في 44 بير حصل لها ضرر وإنه المواطنين اتضرروا وفي اتفقدت المزارع واتفقدت سبل المعيشة كلها وحتى البهائم بتاعتهم اتفقدت، وإن شاء الله خير. إحنا عندنا مواد بتاعت إغاثة دخلت أول يوم بتعاون مع جمعيات الهلال والصليب الأحمر، وإن شاء الله حنتواصل لحد ما تزول القمة عن الكل. فمن جانبنا وإن شاء الله بالتنسيق مع ديوان الزكاة يعني إن شاء الله سيكون في مخيم علاجي بإذن الله لأهالي المنطقة خلال الأيام الجاية، وأيضا يعني إن شاء الله حيكون برضو عندنا قاعدة مع الزكاة على أساس إنه الناس يشوفوا حسب توجيه الوزير يشوفوا النواقص وبعد ذلك يشوفوا التدخل المناسب من الزكاة. عرض أحداث اليوم متواصل من تلفزيون السودان. أدان والي شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد وقيادات حركتي جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي وحركة جيش تحرير السودان جرائم ميليشيا الدجل الإرهابية المتمثلة في القصف العشوائي الذي يستهدف المنازل والمستشفيات، موضحين أن الميليشيا استهدفت مواطني مخيم أبو شوك للنازحين وسوق نيفاشا حيث قتل أكثر من 25 وجرح أكثر من 35 شخص جراء القصف المدفعي الثقيل على المدن. وأكد المتحدثون أن الفاشر ستظل صامدة وعصية على الميليشيا وسترد أي عدوان عليها بمشيئة الله. فاجد خلال هذه الأيام قصف مدفعي مبرمج ممهج تقريبا طول النهار طول اليوم فترات متقطعة، وأسوأ ما فيه هي مجزرة معسكر نيفاشا أو معسكر مشوق بتاريخ 26 حاجتها هي مجزرة. كل التدوين تستهدف المعسكرات، الأسواق، مؤسسات الحكومة، مؤسسات المستشفيات، المؤسسات التعليمية. فدي الموضوع الحقيقة اللي بحصل فيه بالضبط هي نتاج طبيعي
لما تمر به تمر به ال الميليشيا في الفترة الأخيرة، لأنه هم في معركة الفاشر فقدوا تقريبا كل القادة الميدانيين حقتها يعني. فدي واحد من المشكلات اللي هم حسب عانوا شي كده ببرمجوا كده. المرحلة اليومين ده حقتها بالضبط شغالين فيه في تكسيب بتاع قسم مدفعي ممرات على طول النهار في سرعة متقطعة بالإضافة للسيارات. المقصود منه يشغلوا أهل الفاشر بالبرنامج ده، لأنه عنده إشكال في القيادات. ففي نفس اللحظة اللاعبين الحقيقيين هم رجعوا انصابوا من قيادات الفاشر، رجعوا لحواضنهم. في نفس اللحظة في مستنفرين من دجل الفاشر من شكل مرتزقة، سواء كان من كل غرب افريقيا من القرآن وخلافة جايين، لكن اللاعبين الحقيقيين هم قاعدين برجوا لحواضنهم عشان يختاروا القادة بتاعت قائد ميداني عشان يقود الماركة بتاع الفاشر ده المقصود بالضبط. العموم نحن ندير رجب كل ما يدير في الفاشر بالخاصة المقصود دور معسكرات المسات التعليمية والمستيفان يدينون شد العبارة. هو في النهاية هنا نقول الفاشر الصامد ستظل صامد، وهي مقبرة للميليشيا أينما وجد. وإن شاء الله نحن نقول عودة أهل الفاشل أهل السودان إن شاء الله في الفاشل هنا بإذن الله سبحانه وتعالى قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. حرق وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي بن الدين ونستنكر الاستهداف بتات المدنيين بالذات دام سوريا المتمردة استعرض معسكر النازيين أبشوك، وهذا المعسكر معلوم للجميع انه معسكر قرابة 20 عاما وما عنده علاقة بالسكنات العسكرية، وده استهداف للمدنيين. وكذلك تم تدمير عدد من المؤسسات الحيوية والمؤسسات المدنية متمثلة في مستشفى الشرطة المدني، وكذلك كلية جنوب الصحراء هي كلية مدنية كذلك يتعلمون فيه الطلبة، وكذلك تدمير المعمل اللي هو المعمل العلمي في جامعة الفاشر. كل هذه الانتهاكات الذي سببها تدوين الإشوائي لدعم السري يجب إدانته ويجب استنكاره. تعهد ممثل حاكم إقليم النيل الأزرق الدكتور عبد الله عيسى زايد بأنهم سيظلون داعمون للقوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى المشاركة في معركة الكرامة حتى إنهاء التمرد بالبلاد. جاء ذلك خلال حفل وداع قائد الفرقة الرابعة مشاه لواء ركن شمس الدين موسى عبد الله. تتويجا لإسهامات قائد الفرقة الرابعة مشاه السابق اللواء ركن شمس الدين موسى عبد الله في الحفاظ على الأمن والاستقرار والمشاركة في معركة الكرامة، احتفلت قيادة الفرقة الرابعة مشاه بوداعه. وداع توقف عنده قائد الفرقة الرابعة مشاه بالإنابة العميد ركن الخير النور دبورة وهو يتحمل واجب الدفاع عن الوطن. سعادة اللواء شمس الدين موسى عبد الله محمد متوجها لمواصلة الجهاد والنضال وإرسال عمل العسكري في موقع آخر من مواقع القوات المسلحة، بعد أن وضع رصماته في هذه الفرقة بجديد أعماله وبطيب خصاله وبحسن قيادته، فقد كان حاضرا في كل المحافل العسكرية والمدنية بالإقليم وقدم أطيب ما عندكم لخدمة الإقليم وإنسانه، ولكنني أدعو الله أن يوفقني ويكتب لي النجاح ولن أحيد عن السير في الطريق الصحيح للمحافظة على ما وصلت إليه الفرقة في عهد قيادتكم المجيدة. وحدة الصف الوطني وإحكام التنسيق مع الأجهزة النظامية بجانب لحمة رجالات الإدارة الأهلية خلف القوات المسلحة مرتكزات لوح بها المحتفى به مناديا بالتمسك بها لاستدامة التعافي والاستقرار. والله ما لنا في حدة عنها سواء من الإدارة الأهلية من حكومتها من شعبنا من قوات من المسلحة من كل ما تنبغي في قيمة النظر ما تتصدر معها، وكل الأركان عملوا لنا، وحتى احنا عندنا رسل في القيادة القيادة تعاون، لو قائد ما رجع ناس يتعاونوا معاهم ما في قائد نجح، ولا بنقول احنا نجحنا، لكن بنقول احنا حتى الآن إقليم النذر في بر الأمان، ولا بد تتكاتفوا يا أهل إقليم النذر مع قوات المسلحة والقوات النظامية، وتبقوا كلكم في واحد والحل في نهاية إن شاء الله. فيما تعهدت حكومة إقليم النيل الأزرق بالتعاون التام مع مختلف الأجهزة النظامية لبناء وطن معافى ومستقر. نحن ملتزمين ومغدرين
وحنظل متعاونين مع القوات المسلحة ومع بقية الأجهزة التابعة للدولة من أجل الاستقلال والاستقرار وحماية أمن إقليم النيل الأزرق والسودان بإذن الله. استدامة والاستقرار بالبلاد مرهون بالوقوف خلف القوات المسلحة. عصام طه، تلفزيون السودان، إقليم النيل الأزرق. شهدت أجزاء واسعة من الولاية الشمالية أمطار غزيرة وسيول لم تشهدها من قبل، وتعرضت آلاف المنازل للانهيار الكلي والجزئي إلى جانب عدد من المرافق الحكومية والمدارس. وأدت الأمطار والسيول إلى اجتياح مناطق واسعة بالولاية الشمالية لقطع عدد من الطرق القومية والداخلية الرابطة بين كبرى مدن الولاية المختلفة. أجزاء واسعة من محليات الولاية المختلفة هي التي تعرضت لأمطار غزيرة وسيول لم تعهدها الشمالية من قبل، لتأتي مختلفة هذا العام نسبة للتغيرات المناخية، مما أدى لانهيارات كلية وجزئية لعدد من المنازل والمؤسسات. عدد كبير جدا من المنازل في محليات مختلفة للتهدم الكامل، خاصة في محليات يمكن مروي والدبة والجولد، وكذلك محلية دنقلة، كذلك انقطاع لعدد من المناطق في الطرق القومية زي الكيلو 597 وكذلك الكيلو 34 والكيلو 36 في طريق ناوة دنقلة. كل هذه المناطق التي تعرضت لتهدم ولانهيارات محتاجة لتدخلات. لم تقف الجهات المسؤولة مكتوفة الأيدي، بل سارعت خطاها متفقدة للأحوال، كما عملت غرفة طوارئ الخريف على شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية. اشتغلنا بأربعة تناكر، والحمد لله أيضا مع غرفة طوارئ الخريف في الولاية استعيننا أيضا بثلاثة تناكر أخرى، بقينا سبعة تناكر الآن بتعمل في شطف المياه في محلية دنقلة، كذلك ستة مواتر أو موتورات لشطف المياه أيضا من المواقع الصغيرة. يمكن هذه العملية الحمد لله مستمرة. في الدفاع المدني احنا عملنا احتياطاتنا من بداية السنة ودخلنا الطرمبات بعدنا للصيانة وجهزناها، والآن منتشرة في كل المناطق وفي الأحياء بيأدوا واجبهم في شفط المياه من المناطق الخطرة، بالإضافة لاستخدام عربات الشفط في المناطق اللي ما ممكن نصرف المياه في أقرب منطقة بتكون ضرر للآخرين، بنقوم نجيب العربية بتاعت الشفط وتشطف المياه بإذن الله. ولأن حجم الضرر كبير، فإن الأمر يتطلب مضاعفة الجهد والوقوف إلى جانب المتأثرين وتخفيف تداعيات هذه السيول والأمطار. تسهم الولاية وحكومة الولاية عبر لجانها المختلفة، عبر جهاتها التنسيقية من مؤسساتها المختلفة، وأيضا شركاء العمل الاجتماعي والإنساني والمنظمات للوقوف على الآثار الجانبية، بدءا من عملية الحصر وأيضا الإيواء ودرء الكوارث، خاصة في ما يخص الصحة. الآن وزارة الصحة هي في الميدان، ولكن لابد من أن تتوحد كل الجهود حتى نصل إلى ما نصبو إليه من تخفيف على الأسر وأيضا الإطمئنان على أحوالهم. خريف هذا العام بالولايات الشمالية أتى مغايرا ومختلفا عن كل الأعوام السابقة، ما يتطلبه وضع حلول مستقبلية لضمان تقليل الخسائر خلال الأعوام المقبلة. هكذا تبدو صورة هنا في الولايات الشمالية بعد نفوق عدد من الحيوانات وعدد من المنازل هي التي هدمت. كل ذلك يأتي وسط نداءات من المواطنين بالتدخل العاجل، سواء كان من المسؤولين أو من المنظمات المعنية في درء آثار السيول والأمطار. ناجي فاروق، لتلفزيون السودان، الولايات الشمالية، دنقلة. وجه والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد حكومة الولاية والجهات المختصة ووزارة الصحة بالإسراع في معالجة كافة التشوهات والظواهر البيئية السالبة بمدن ومرافق الولاية المختلفة. جاء ذلك لدى تفقده لمستشفى عطبر التعليمي ومراكز غسيل الكلى، كما وجه الوالي خلال الاجتماع بوضع كل الحلول الآنية والجذرية
حيز التنفيذ من جانبها أعربت مدير وزارة الصحة عن بالغ ارتياحها بالقرارات الأخيرة لنظافة المدن عبر النفير المجتمعي، فيما أكدت محلية عدبرة عن مواصلة جهودها تجاه عملية إصحاح البيئة والتنمية الحضرية وكذلك معالجة المصارف داخل الأحياء والأسواق وتحريك كافة الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة للعمل في طوارئ الخريف. تم اجتماع بعد الوقوف ميدانيا ووضعت كل الحلول الجذرية الآنية لمعالجة هذه المشكلة. إن شاء الله نبشر أهلنا بالداخلة وحي العمال والأهل جوار مستشفى عدبر بأن الشارع ده إن شاء الله حيفتح وحيرجع لحيويته. أنا عايز استهيل الفرصة وأقول لناس ولاية نهر النيل نحن مع بعض بنقدر ننظف ولايتنا. نحن عندنا حملة بتاعة إصحاح بيئي ونواقي الأمراض متكاملة في الولاية، انتظمت الولاية في الأيام الفاتت وحنواصل إن شاء الله بحملة بتاعة نفايات. فعايزين المواطنين يساعدونا وعايزين مشاركة مجتمعية كبيرة جدا من كل الجهات ذات الصلة، المؤسسات، الشركات، الشرطة، الجيش، كلهم يكونوا معانا في الميدان عشان نقدر ننظف ولايتنا. نبدأ إن شاء الله استعدادا للخريف القادم من هذا الخريف إن شاء الله، ولن نقف في لحظة من اللحظات من محطة من المحطات حتى نطمئن تماما لفاعلية كل المصارف الموجودة الآن في المدينة ومعالجة كل الإخفاءات وكل الشوالب والسوالب السابقة يعني في مدينة عدبرة، ونلتزم التزام قطعي في هذا فيما تبقى من عام بأن يعني نعمل بصورة واضحة جدا فيما يلي المصارف وإصحاح البيئة، في تأهيل أسطولة، في عمل حاويات لنقل النفايات، في زيادة الأسطول العامل والناقل، في تأهيل ما هو قائم، وحتى ننطلق بصورة واضحة جدا إن شاء الله للأعمال المتبقية. نظل في نهر النيل حيث وصلت إلى مدينة أبو حمد قافلة الدعم والإسناد المقدمة من جهاز المخابرات العامة ضمن مشروعه لدعم المتأثرين بولاية نهر النيل، وتشمل القافلة مواد إيواء وأدوية طبية ومستلزمات للدفاع المدني. امتدادا للتفاعل الكبير مع كارثة سيول الأمطار التي شهدتها أبو حمد مؤخرا، سير جهاز المخابرات العامة قافلة نوعية للدعم المتأثرين من السيول والأمطار بالمحلية، وتشمل إيواء وقزاء وأدوية ومستلزمات صحية ومعينات للدفاع المدني، حيث كان في استقبال القافلة المدير التنفيذي للمحلية عبد الرؤوف حسن المبارك ولجنة أمن المحلية والمكون المحلي وعدد من القيادات الشعبية. ممثل المدير العام لجهاز المخابرات اللواء وسام سلمان نقل مواساة المدير العام لأسر ضحايا سيول الأمطار، مؤكدا أن القافلة تأتي بقرض تخفيف أثار الكارثة ودعم للمتأثرين، موضحا اهتمام رئاسة الجهاز وحرصه على أمن واستقرار وسلامة المجتمع. المدير التنفيذي لمحلية أبو حمد ثمن الأدوار الكبيرة التي يطلع بها جهاز المخابرات وإسهاماته المتعددة في كل القضايا الأمنية والاجتماعية بجانب دور منسوبيه في معركة الكرامة. لنا في هذا الصباح القريبي نستعمل قافلة كبيرة ضخمة جدا جدا من إخوانا في هذا المخابرات. نحن نشكرهم كثير الشكر من قيادتهم لنا الأول وأخوهم أفضل وأخوين المسلمين سوى أسامة وسوى تشاري، جزاهم الله خير. نحن شاكرين ومقدرين يعني دور الجهاز، الكبار هو أصلا صاحب المبادرات، يد تحمل السلاح ويد إن شاء الله تعمر. نحن نقول صراحة في محلية أبو حمد نشكر جميع اخواننا اللي ساهموا معنا في هذه القوافل. حقيقة هذا الجهاز اليوم القافلة التي قافلة نوعية تمثل في مواد الإيواء وكذلك الشفاطات الأصل نحن نكتب أخباري اليوم الليلة عندنا لازم نحن ننزل على أرض الواقع. إلى ذلك وقف وفد المخابرات العامة على عدد من المناطق المتأثرة بمدينة أبو حمد وشهد على الطبيعة حجم الضرر الذي لحق بأحياء وأسواق المدينة. محمد عبد الباسط، تلفزيون السودان، ولاية نهر النيل، محلية أبو حمد. ترأست مدير عام وزارة المالية والاقتصاد الوزير المكلف أميرة أحمد حسن الاجتماع الموسع الذي ضم أعضاء لجنة مراجعة حقوق متأثري سد مروي بالولاية، وناقش الاجتماع تقرير لجنة تسليم الحواشات الزراعية لمستحقي القرية 6 بالاشتراك مع لجنة ودائرة الزراعة، واستعرض الاجتماع مقترح توزيع المساكن بمحلية البحيرة، كما اطلع الاجتماع على الطلبات المحولة إلى اللجنة من قبل المواطنين، وناقش تقرير اللجنة الفرعية بالوحدة الإدارية لتوزيع منازل
وأكدت الوزيرة على ضرورة أن تتم المعالجات وفقا للمرجعيات القانونية على أن تحال كل الطلبات المقدمة للمستشارين القانونيين. أهلا وسهلا أخواننا المواطنين في قرية الفدا لما تم التوافق عليه، وتستمر اللجنة في عملها وتستكمل كل المطلوبات القانونية لتسليم المساكن، وتستمر المعالجات لبقية الذين لم يتم منحهم إصلاح. مناقشت عدد من القضايا المتعلقة بحقوق أهلنا المناصير على رأس عدد من الطلبات المقدمة من بعض المواطنين بطلبات استحقاق، وتمت إحالتها للمستشار القانوني لإبداء الرأي القانوني بشأنه، وكان التوجيه واضحا أن الحقوق تمنح من وحدة تنفيذ السدود، وأن تراجع هذه الطلبات وفقا لهذه المرجعية. أيضا راجعت اللجنة في أعمال السابقة تقرير اللجنة التي كونت في وقت سابق لتوزيع حواشات الأصحاب أو سكان المدينة ستة، القرية ستة بالمناصير الجديدة. التقى والي كسلاء المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق وفد الشرطة المجتمعية الاتحادي برئاسة اللواء شرطة حقوقي سيف الدين أحمد الحاج، والذي أوضح أن الزيارة تجيء بغرض التباحث والتفاكر مع سلطات الولاية حول الشرطة المجتمعية وأدوارها، إضافة إلى تذليل الصعاب أمامها حتى تطلع بأدوارها التكاملية مع المجتمع. وبحث اللقاء كيفية تحقيق الإنزال الحقيقي لشعار الأمن مسؤولية المجتمع من خلال مشاركته في جميع مكونات الولاية. وأكد الوالي بأن الشرطة المجتمعية ستجد الرعاية حتى تؤدي دورها على مستوى ولاية كسلا. لولاية كسلا، وفي زيارة خاصة للسيد والي ولاية كسلا، وذلك بغرض التفاكر والتباحث حول الشرطة المجتمعية ودورها في المجتمع وتفعيلها وتسجيل الصعاب أمام عمل الشرطة المجتمعية. وقد وعد الوالي جزاه الله خير بأن كل التسهيل أو يعني معالية كل الإشكالات التي تواجه الشرطة المجتمعية واهتمام الشخصي بها يعني، وهو يهتم بهذه الشرطة الشعبية اهتمام كبير جدا، وحتى تقوم بدورها المنظمة من حماية المجتمع والمساعدة في الأعمال المجتمعية والاجتماعية على مستوى الولاية. وأيضا قبله التقينا بالسيد مدير شرطة الولاية، وأيضا يعني أبدأ ترحيب كبير جدا بهذه الزيارة وتفاعل معها كثيرا، ووعد بتسجيل كل الصعاب التي تواجه الشرطة المجتمعية. نظل في ولاية كسلا، حيث تستضيف مدينة كسلا عدد من طلاب الجامعات السودانية، وأتمكنت جامعة كسلا وجامعة الشرق من توفير كل متطلبات العملية التعليمية لكل أبناء السودان بعد تدمير معظم البنيات التحتية للجامعات السودانية. بعد توقف العملية التعليمية في البلاد التي طال مؤسساتها التدمير الممنهج من قبل الميليشيا المتمردة، كانت جامعة كسلا إحدى الجامعات التي فتحت أبوابها وقاعاتها وكافة إمكاناتها لإنجاح قرار استئناف مسيرة التعليم المعطلة بفعل الحرب التي لم يسلم منها حتى الشجر والحجر. تمت انتهاكات جسيمة على مستوى السودان، ولم ينجو التعليم العالي من ضمن هذه الانتهاكات، وعلى رأسها الوزارة والجامعات، نسبة كبيرة من الجامعات ما فيها جامعة الخرطوم مختلفة بالإضافة لجامعة الجزيرة. وجامعة كسلا من الجامعات العريقة ومن الجامعات تقدر تجمع عدد كبير من الكليات المختلفة، وهي صراحة بحكم أن الشغل فيه يعني الناس عانوا كده، في جوانب إيجابية على مستوى جامعة كسلا. يعني آلاف الطلاب القادمين من مختلف الولايات تمكنوا من استكمال حياتهم الجامعية دون أن تثنيهم الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية المعلومة للجميع. نحن رغم الظروف الأسف بها البلاد ما زلنا مواصلين في مسيرتنا التعليمية إن شاء الله. وكذلك إدارة جامعة كسلا الحمد لله، يعني الحمد لله قدرت تستضيف جامعات من العاصمة ومن مختلف ولاياتنا الحبيبة. جابونا هنا
نزلونا في جامعة كسلة في كلية الطب والعلوم الصحية لنواصل موضوع البرنامج الدراسي. جامعة كسلة ضابطة شديد ووفروا لنا كل الطرق الدراسية عشان نكمل مسيرة الدراسة من مشرحة ومراجع ومكتبة. الحمد لله الأوضاع في كسلة مستقرة، امتحاناتنا شغالة وكسلة الحمد لله أجواء سمحة، امتحاناتنا قائمة، إن شاء الله هنرفع اسم السودان ونتخرج سريع سريع إحنا كطلبة الطب. وبمسلمة توحد أهل السودان لدحر الميليشيا والتفوا حول قواتهم المسلحة، يتدافع طلابه بجامعات كسلة في منظار العلم وبناء الأمم. علينا أن نقدم لهذه الجامعات بصيص من الأمل حتى يذهب أبنائنا الطلاب إلى امتحاناتهم ويكملوا دورتهم التدريسية، الذين لهم محاضرات أكملوها والذين لهم معامل أكملوها والذين لهم امتحانات أقاموها. احنا قناعتنا إنه الفترة دي يعني فترة بتاعة تكافل ليست فترة بتاعة مكاسب، فعليه إنه يعني ذللنا كثير من الصعاب اللي بتواجه الطلاب من حيث الرسوم الدراسية أو السكن أو التدريس أو التدريس نفسه. وباستعادة شبكة التعليم العالي تكون قد اكتملت كافة حلقات التعليم العالي، وتمكنت عزيمة أهل السودان من الحيلولة دون إطفاء نور العلم والمعرفة. نجاح جامعات ولاية كسلة في استضافة عدد من الطالبات والطلاب السودانيين لاستعادة العملية التعليمية سهم آخر يضاف إلى سهام معركة الكرامة. إدريس هشافة، تلفزيون السودان، ولاية كسلة. قام والي النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبد الله يرافقه رئيس الجهاز القضائي بزيارة تفقدية لرئاسة الجهاز القضائي بالولاية، وقف خلالها على سير العمل بالمحكمة القومية العليا دائرة النيل الأبيض. وأشاد الخليفة بالخطوات التي اتخذها رئيس القضاء بالسودان في إنشاء المحكمة العليا لخدمة مواطني الولاية والولايات المتأثرة بالحرب، مؤكدا اهتمام حكومته بتقديم كافة المعينات التي تسهم في تحقيق العدالة. من جانبه أكد مولانا طالوت مدني رئيس الجهاز القضائي إن قيام المحكمة العليا بالنيل الأبيض يأتي ضمن خطة القضاء في تخفيف المعاناة على المواطن وسرعة الفصل في القضايا العدلية. هذه الغرض منها الوقوف على سير وأعمال هذه الدائرة المنشأة حديثا في هذه الولاية، ونحن مفتكرة إضافة لكل الإخوة المشتغلين بالجانب العدلي في ولاية النيل الأبيض والولايات المجاورة، واللي سهلت كثير من الإجراءات الخاصة بالسفر إلى خارج الولاية سواء كان في برسودان أو عبرة أو أي موقع آخر للمحكمة العليا. وبالتالي يمكن لأي إنسان إنجاز كل المعاملات الخاصة بهذه القضايا سواء كان المدنية أو الجنائية أو الشرعية من خلال هذه الدائرة. سعادة رئيس القضاء وجه بأن تكون الدوائر دي دوائر كاملة ودوائر مستديمة، حتى ولو عادت المحكمة القومية العليا في الخرطوم ستظل المحكمة العليا هنا مستمرة بشكل مستديم، يعني ما في حاجة بتخليها تقفل إن شاء الله. نحن أخونا الوالي مشكور جدا وعدنا بتوفير مقر دائم للمحكمة العليا، هي الآن المقر ده مقر مؤقت بالرغم أنه مقر منفصل من الجهاز القضائي، لكن برضو لمكانة المحكمة العليا بيقتضي الأمر أنه يوفر لها مقر دائم ومقر يعني مناسب معها. وإن شاء الله السيد رئيس الدائرة مع السيد الوالي مع نحن كلنا بنسعى لأنه نوفر هذا المقر. قام والي ولاية شمال كردفان المكلف عبد الخالق عبد اللطيف ودعطلة بجولة تفقدية شملت سوق الأبيض الكبير وعدد من أسواق وأحياء مدينة الأبيض الغربية، حيث اطمأن الوالي على الأوضاع الأمنية واحتياجات المواطنين في ظل الحرب.
جولة تفقدية واسعة قام بها والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وضعت الله برفقة المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة متفقدا المواطنين والحركة التجارية، وابتدرها بسوق الأبيض الكبير، وقف على حركة البيع والشراء وأسعار السلع الاستهلاكية والغذائية ومدى توفرها في ظل هذه الظروف، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع. وشملت الجولة أيضا السوق الشعبي وسوق الزريبة الغربية وسوق السلام بالأحياء الغربية لمدينة الأبيض، واطمأن على أحوال المواطنين والأوضاع الأمنية بالأحياء الغربية. طمنا عن الكهرباء وقال عادية الأيام الجاية، لأنه أنا معاني من مشكلة المدخل الجاز غالي الأيام دي، لكن إن شاء الله الأحوال هذا. مشكور السيد الوالي على زيارته وتفقده للأحوال وسير العمل إن شاء الله، ونحن كويسين ما عندنا أي عوجة وقدام إن شاء الله. وخلال الجولة لأحياء مدينة الأبيض الغربية وقف والي شمال كردفان على النشاط الرياضي في عدد من الميادين، من بينها لعبة مصارعة البيئية الشعبية التي لها رواد وشعبية وقاعدة جماهيرية عريضة تحرص على مشاهدتها يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع. الحمد لله صورانا شغال وترفيحنا شغال، والحمد لله الوالي ذاته معانا يوميا كل اسبوع في الاسبوع مرتين، ما عندنا فك للحرب وحرب دي ذات وما شغالين باش شغل، الناس بعيدين مننا والحمد لله قاعدين في اطمئنان، لكن في بلدنا هنا الحمد لله قاعدين باطمئنان، قاعدين بسلام، قاعدين بعافيه. وتواصلت جولات والي شمال كردفان الميدانية والتي شملت قسم الشرطة الغربي وحي الوحدة مربع 10 ومربع 5 بحي السلام ومحطة 12 الصهريج، مطمئنا على أوضاع المواطنين ومدى استدباب الأمن وموقف الخدمات بتلك الأحياء. مطمئن على أحوال المواطنين والأسواق والأطفال الذين يلعبون في الشوارع والشباب في الكورة، مطمئن أيضا على سير العملية التعليمية ومسألة حضور الناس وحركتهم داخل الأسواق. الحمد لله الآن نحن في سلام 5، وده كله عشان نطمئن على أحوال الناس، نتفقدهم ونطمئن على سير الخدمات وعلى كل ما يحتاجه المواطن في هذه الفترة الحرجة، فترة إدارة الأزمة في هذه الحرب المفروضة على الشعب السوداني من هذه الميليشيا المتمردة. جولة والي شمال كردفان الميدانية للأسواق وأحياء مدينة الأبيض الغربية جاءت للوقوف على أحوال المواطنين والإطمئنان على حركة الأسواق وسير العملية التعليمية. إبراهيم أحمد إبراهيم، تلفزيون السودان، ولاية شمال كردفان الأبيض. نظمت منظمة تنمية الأطفال بولاية سنار ورشة مكافحة العنف ضد المرأة في ظل الحرب، وذلك بمشاركة عدد من المنظمات الطوعية بمحليتي سنار وشرق سنار، وهدفت الورشة إلى حصر المتضررين وتقديم الدعم الفني والعلاجي داخل معسكرات الإيواء. بمبادرة من منظمة تنمية الأطفال بولاية سنار، التأم الاجتماع الأول لمنظمات الطوعية والتي ضمت كافة منظمات المجتمع المدني بمحليتي سنار وشرق سنار لمناقشة مكافحة العنف ضد المرأة في ظل الحرب التي تشنها الميليشيا المتمردة على عدد من محليات الولاية والتي تضررت منها المرأة كثيرا. اجتمعنا بالمفوضية وبعدد من المنظمات وكانت طلعنا بمخرجات جميلة، يعني إنها تقود الشغل لقدام، فشاكرين شديد ونسأل الله التوفيق وربنا يصلح حال البلاد والعباد. عملت المنظمة في كثير من مراكز الإيواء بتوزيع معينات للإخوة النازحين. المنظمة عملت إنشاء 3 مراكز، مراكز تعتبر مراكز مبنية بكل خدماتها، فيها تدريب تحويلي وتدريب للمرأة، وقدمت إعانات كبيرة جدا. المراكز الموجودة في مركز موجود في منطقة بشوكة وللغرة المجاورة لها بيقدم خدماته، في مركز موجود في كركوج برضو كان بيقدم خدماته، في مركز موجود في سنار اللي هو موجود في قرية طيب الحفير بالنسبة لسنار عامة والغرى المجاورة لها. وهدف الاجتماع إلى التعرف على انتهاكات الميليشيا المتمردة خاصة لدى شريحة المرأة وتفعيل دور المنظمات في حصر المتأثرين وتقديم الدعم النفسي والعلاجي للذين تعرضنا للعنف النوعي. الحمد لله الاجتماع طلع بمقررات يعني بفتكرها يعني مفيدة جدا، وإن شاء الله تسهم في تقديم عمل يعني جيد ونوعي في
محليتي سنار وشرق سنار للناس اللي في الإيواءات والنازحين اللي تعرضوا لأنواع من العنف وأنواع العنف كثيرة جدا. واتطرقنا يمكن مشينا لأبعد من ذلك في إنه يعني يكون عندنا عمل أوسع من حصر أنفسنا في المجال العنف ضد النوع فقط، حتى تطرقنا إلى الأشياء العاجلة والتي تحتاجها أو يحتاجها النازحون في الإيواءات. كهلال أحمر في ولاية سنار بصورة عامة ومحلية سنار بصورة خاصة، يمكن هذه الورشة يمكن استفدنا منها كثير، ويمكن نحن قدمنا في هذا النشاط وهذا البرامج عدد من الورش يعني بالمحلية، ويمكن سجلنا زيارات ميدانية لكل المعسكرات الإيواء الموجودة على مستوى المحلية، ويمكن قمنا بجانب التثقيف في الدعم النفسي. الاجتماع خرج بجملة من التوصيات تسهم في تقديم الدعم النفسي للمتضررين بمعسكرات الإيواء وحصر المتضررين. الهادي إسماعيل، تلفزيون السودان، ولاية سنار، مدينة سنار. أخيرا، دشن والي الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير مشروع تكايا المراكز الإيوائية الخاصة بالنازحين، وقال خلال جولة برفقة اللجنة الأمنية والعون الإنساني والهلال الأحمر، مؤكدا الاستمرار في مثل هكذا مشروعات حتى عودة النازحين إلى ديارهم. من جهتهم عبر المواطنون عن شكرهم للجهات الداعمة، مشيدين بتماسك المجتمع وصموده ضد مخططات ميليشيا آل دجل الإرهابية. كلهم جزاكم الله خير، وما تستصغروا هذا العمل، إن شاء الله تجدوه في سجلات حسناتكم طالما إنكم جيتوا بنية خالصة أن تقفوا على هذا العمل وتحرضوا، أنقلوا عنا، حرضوا عنا حتى الخيرين يعني يكثروا ويدعموا هذا العمل. بنفتتح تكية من التكايا إن شاء الله لأخواننا النازحين، إن شاء الله يعني تكون لهم فيها خير كثير، إن شاء الله تستمر هذه التكايا حتى أن تحل يعني مشكلة الغذاء بالنسبة لأخواننا النازحين في المواقع كلها. بندشن أول تكية، العمل ده قامت به منظمة النخلة، يمكن يعني زارونا ليلة أمس وقالوا هم متكفلين ب26 مركز إيواء وجبة فطور لفترة شهر. فأنا والله نحن اليوم الشكر والتقدير، وأنا أفتكر ده عمل طيب وعمل كبير جدا، ونحن زي ما قال أخونا رئيس المنظمة إنه نحن بنحرض كل الخيرين إنه يساهموا في هذا العمل الكبير. نهاية عرض أحداث اليوم، وهذا هو تذكير بأهم المحطات التي توقفنا عندها. وزير الداخلية والعدل يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزير الصحة يترأس اجتماعا بخصوص الاشتراطات الصحية للحصول على التأشيرة المصرية. استمرار انعقاد غرف طوارئ الخريف بجميع ولايات البلاد. نهاية عرض أحداث اليوم قدمته مع الزملاء من تلفزيون السودان، تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.